أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. الدكتور جاسم الحربي وكابتن خالد القروني المختلفين في وجهات النظر حول الأمور الفنية في الهلال لا زال معنا في الحلقة. نروح وترف في الفاصل, كانوا يتكلمون عن مباراة وكل واحد يحاول تهاوشين. نروح ناخذ تقرير مباراة النصر والوحدة والتي كسبها الفريق النصراوي بثلاثة أهداف مقابل هدف. لقاء ركلات الجزاء الثلاث انتهى لمصلحة المستفيد الأقل منها. النصر والوحدة لعب مباراة كان صوت صافي الجلال هو الأعلى فيها. غالب مرر والحارث استلم ثم سلم برونقة, والمطوع بدوره سدد بكل هدوء وثقة كهدف نصراوي أول في اللقاء. خبرة هوساوي القليلة تسببت في ركلة جزاء لصالح مهند عسيري الذي تقدم بدوره لتنفيذها ووضعها بسهولة في الشباك. وعلى الرغم من الخروج الإجباري لقائد النصر حسين عبد الغني, إلا أن ذلك لم يؤثر على الأداء الأصفر حين تمكن لاعبوه من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الهداف بدر مطوع الذي وضع الكرة بنفس الهدوء ونفس الزاوية التي سجل بها الهدف الأول. قرر جلال أن يعيد الوحدويون الكرة مرة أخرى بعد احتسابه ركلة جزاء ليوسف القديوي, وتقدم لها مرة أخرى مهند عسيري, لكن العارضة تصدت لكرته هذه المرة. الركلة الجزائية الثالثة في اللقاء كانت هذه المرة لصالح النصر بعد سقوط المطوع داخل منطقة الجزاء ونفذها الحارثي ووضعها بالشباك. العنزي استأسد في كرة وحدوية خطيرة فصدى لها بكلتا يديه منقذا فريقه من هدف تقليص الفارق. آخر الآمال الوحدوية انتهت مع رأسية مهند التي لا تضيع الشباك إلا بوجود حارس بخامة العنزي في هذا اللقاء. بعدها أعلن جلال عن نهاية المباراة بفوز النصر الذي أصبح في المركز الثالث ب36 نقطة. نستنشق الهواء ونشرب الماء. سبحان الله. غريب انت دكتور تستنشق ونشرب الماء. طيب النصر والوحدة تخالف. والله طبعا واضح انه الوحدة يمكن ما تبحث عن الدوري, لانه وصولها لنهائي كاس ولي العهد يمكن كان تركيزها اكثر. النصر يبحث عن نتيجة على اساس الحاق بالفرق الاربعة, على اساس المنافسه لل على الدوري وفي نفس الوقت على وصول كاس اسيا. لذلك يعني واضح انه الفريق الوحداوي يمكن اللاعب يعني وفكره او فكر اللاعبين في مباراه النهائيه كاس ولي العهد. لان لو لاحظنا يمكن يعني شوف لو حاطه حتى مباراه الاتفاق اللي قبل دور الاربعه في كاس ولي العهد خسرها في الدمام وجا وكسب مباراه, يعني قاعد يكسب مباريات في كاس ولي العهد ويخسر في الدوري. طيب دكتور هذه طبعا ترمي بظلالها على الفريق, لان انت الان عددك النقاط 19, نجران قاعد يفوز, الفت قاعد يفوز, التعاون قاعد يفوز, فمعناتها شكلك حترافق الحزم. يعني مو من منطق هذا, خلاص انت تأهلت الان للنهائي, في خطوه اهم. انا يعني افكر في مباراه وممكن اخسرها ولا اخسر الدوري كله وانزل اهبط للدرجه الاولى, وش اللي بيكلفني اكثر؟ هبوطي لما اهبط. هذه مشكله. الان من المفترض ان اداره النادي تهيئ اللاعبين لان تكون المباريات القادمه كلها فوز اذا ما اراد البقاء. 19 يعني الفرق كلها تقريبا حتتعدى الوحده والتعاون 19 وهذه مشكله, وهم اقرب شيء للحزم طبعا. يعني هو نقاط المباراه اليوم انا وجهه نظري محتاجها الوحده بنسبه 90% وما فوق على اساس يعني يبتعد عن طائله المنافسه على الهبوط. الان اصبح الفرق كلها اليوم فوز نجران على الشباب اعطى ايضا يعني 20 نقطه, نجران صار 20 نقطه, تعدى الوحده. فهذه مو مشكله يعني مو صحيح. انا قد افكر في النهائي خلاص انت خططت له وصلت ممتاز, لكن اهمل الدوري هذا مشكله لما تهبط. بالعكس انت كانك يعني ما سويت شيء, خسرت يعني ما نستبق الاحداث لكن خسرت المباراه النهائيه وهبطت الفريق
لدرجة أولى، سويت أنت خسرت هذه وخسرت هذه. طيب خلينا نتكلم عن الفريق الفائز شوي. سعد الحارثي قدم مباراة ممتازة اليوم مع بدر المطوع. سعد الحارثي في المباراتين الأخيرة وثلاث مباريات الأخيرة يقدم نفسه بشكل ممتاز، قاعد نشوف سعد يعود للأيام الجميلة. شوف أنا سعد بالنسبة لي مقنع جدا، لأنه يلعب فكر، واللاعب اللي يلعب فكر داخل ال 18 هذا ما تخاف منه، فأي لحظة ممكن يسجل لك، وإذا ما سجل يمرر لك. التمريره اللي مررها لبدر المطوع هذه بصراحه يعني اذا في جائزه تعطيه للدوري كله انا اعطيها للحارثي سعد، لانه يعني شوف معطي ظهره للاعب وخلفه مدافع وجنبه مدافع ومررها بالكعب بالطريقه هذه. لكن الافضل من كذا ان النهايه كانت ايضا ايجابيه، وهذا شيء طيب انه يتفاعل. انا احس ان في لغه تفاهم بين بدر وبين سعد. هدوء جميل من بدر المطوع، جدا هدوء، وهدوء من سعد. ترى شوف المهاجم احيانا ياخر لك الكره على اساس يجيه مسانده، وممكن يستغل مهارته الفرديه بمراوغه لاعب او لاعبين وهو اللي يسجل، واحيانا ياثر الاخرين على نفسه زي الان هذه كان عنده فرصه ياخذ خطوه ويسدد على المرمى، ولا تلومه على هذه لانه داخل الصندوق. لكن يعني تمريرته للبدر المطوع بصراحه الهدف جدا ممتاز ورائع، وفي تكتيك يعني في فكر، واتمنى ان يستمر سعد على الوضع هذا، يشيل من باله اي شيء اي نقد. شوف النقد حاصل، احنا ننقد المدربين وننقد اللاعبين والاعلام نفس الشيء، وفي من ينقدنا احنا، فاذا انا كل صغيره وكبيره باقي ادقق عليها ان هذا قال وهذا قال ما راح ادي، وخاصه انت كلاعب مفترض تفرغ نفسك للامور الفنيه، ما لك دخل في الامور الاخرى. طيب. الا اذا كان نقد هادف وبيطور من مستواك خذ واستفيد منه، لكن هذه الحياه يعني لابد انك حتلاقي طبعا النقد الهادف اللي يساعدك على تطوير مستواك، وحتلاقي العكس، فانت خذ الايجابي منه. عبد الله العنزي الحارس ايضا تكلم مع حراس مبروك زايد وحسن عتيبة، ايضا عبد الله العنزي اليوم ساهم في الفريق النصراوي، قاعد يساهم في المباراة الأخيرة باداء جيد، خصوصا بعد مباراة فريق النصر مع بختكور الاوزبكي، ووعد انه يقدم مستويات جيدة. اليوم انقذ النصر من فرص خطيرة من كورتين لمهند عسيري كانت كفيلة بالوصول للتعادل. طبعا المفروض تسال جاسم عن الحراس واسالك يعني هذا تخصص، لكن انا بالعكس عبد الله العنزي قاعد يقدم مستويات جيده يمكن من فتره، يمكن طبعا تعرف كان فريق النصراوي يعني يعطي فرصه لخالد راضي ويعطي فرصه لعبد الله العنزي، وهذه تاثر حتى على عدم استقرار الحارس بالذات، يمكن ياثر على مستواه اذا ما كان، لكن في حاله مشاركته يعني الدائمه شوف قاعد مستواه يتقدم ويتطور. نجران اليوم كسب الفريق الشباب. والله بالعكس انا نجران طبعا هو حس بالخطر، يمكن انا كنت شايف تمرينهم امس كانوا متمرنين في الملز يعني في معسكرنا، فشايف واضح من تمرينهم انه تمرين يعني عنده الرغبه انه يعني يتجاوز مباراه الشباب، واضح من يعني اصرارهم من اللاعبين. الشباب يمكن النقص يعني هو اللي خلاه يمكن ما يعني يحتفل مباراه كثير، لاحظ يعني النقص، رغم نجران عنده لاعبين اجانب كانوا مطرودين في المباراه السابقه يعني نقص ايضا عند نجران، لكن حرص نجران على اساس الخطر اللي يعني قريب بالنسبه للفريق النجراني هو اللي خلى الفريق النجراني يبحث عن نتيجه باي شكل مشكل. النجران حس بالخطر، بدا يتذكر الموسم الماضي وانه بقاء النجران كان من ضمن القرار اللي هو زياده عدد الفرق، حس بالخطر وبعد الثلاث نقاط اللي جاتها من وراء الاحتجاج كملها اليوم بثلاث نقاط ثانيه. شوف اي احتجاج انا اعتقد انه اذا كان محق فيه النادي فهو حق. ليش نزعل منه؟ نجران من الفرق اللي لا، شوف لا نقلل من امكانياتها على فكره، لانها يعني سبق لها فازت على الهلال، سبق فازت على الشباب هنا في الرياض، سبق انها فازت على الاتحاد، يعني عندها تاريخ فوز مع الفرق الكبيره، فمش غرابه انها تفوز اليوم على فريق الشباب في ظل الظروف اللي يعيشها نادي الشباب من غيابات لاعبين او اصابات لاعبين. نجران مهمه جدا لها المباراه بعكس الشباب، يعني مو معناته ان الشباب يعني يتنازل عن المباراه بهالسهوله ابدا، هذه كره قدم. لكن يعني زي خلينا نجيب لك التعاون والاهلي، هل الاهلي بيفرط بنتيجه المباراه بيعطيها التعاون عشان التعاون يتقدم؟ بالعكس الاهلي الان حتى هو مهدد 24 نقطه، يعني حيدخل في حتى في دوامه
لأن عندك 18 نقطة باقية لجميع الفرق، هذه فيها قولان. يعني أتمنى أن الأهلي إنما يدخل في المرحلة هذه. مبروك لنجران ولجميع الفرق الفائزة، وأنا أبارك مش بس للاعبين، أبارك للإدارات اللي متحملة يعني عبء كبير في تهيئة اللاعبين معنويا وماديا لهذه المباراة.